التزوير المفضوح تاني المفضوح حدش يعرف يكسبني في نظام ولا في نادي الزمالك بامر الله والناس اللي هناك واعضاء جمعيه عموميه ومع ذلك ممكن اروح برلمان دولي عضو هيئه برلمانيه دوليه من سنه 2023 سنه ما رحتش عشان سمعه بلدي عشان الكلاب الهربانه اللي نزلت شتيمه في الارض لما تحبسهم هم خونه ولما يجي يقعد يحبسني يقول لك هذا القضاء العظيم اتصال صاحب العزبه قفل العزبه وخد ولاده احمد غير مسؤول على الفرق الجماعيه ولا امير مسؤول عن الكوره وتحملوا المسؤوليه وبنشكركم جدا لا ولا احمد هو ماسك ملف اكتوبر هو لا ملف اكتوبر بيكلم الشركه الاسبوع اللي فات قال له انتوا قاعدين ولا ماشيين رئيس ناديك قاعد ولا معذور النهارده انتوا فين بتاع النشاط الاجتماعي بتقول له بيسات اهو قال له مش هنطلع الشركه مش هنطلع هيك اقعد مش هتهزر اقعد اقعد اقول لك اقعد اقعد مش هتهزر خلاص هزار خلص تحملوا المسؤوليه كلكم جماهير واعضاء جمعيه عموميه صاحب العزبة ساب العزبة مخدرة تاني أنا آخر شهر دافع المرتبات ودافع كل حاجة وشيلوا المسؤولية تاني أعضاء جماعة عمومية لما تيجوا تلاقوا الأمن مشي والعمال مشي والنادي بقى فيه مزبلة واللي عايز كلام واضح قلت أنا بقولك وقع ما تعملش كده أنا بقولك وقع تعال ادفع مرتبات الموظفين يا راجل ده اشبونج دوت عامل فيديو بيقول خدت فلوسي حسين لبيب ما قدمش الفيديو عندك الفيديو ده يا ابني عندك صور الوزير في النادي الاهلي امبارح نزلها لي برضه تمام دفعنا القسط الاولاني اللي الواد المفروض ملوش فلوس كده لازم الوقفه احنا بنحبك